عاشرة مساء، والست المصونة والجوهرة المكنونة مراتك لسه ما شرفتش. يمكن هتبات بره يا ماما. تبات بره؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انا ما عنديش حريم يتاخروا بعد الساعه 2 بالليل. جدع شاطر راجل. بصوا بقى، كل واحد يحط لسناته في بقه. البنت بتاعتي واخده اذن مني. واخده اذن منك على اساس ايه يعني؟ انها رايحه الجامعه، رايحه تشتري كتاب، وانا دوري ايه؟ الدور الجاي ان شاء الله. ما حدش اتكلم، انا هصرف. الحياه بقى لونها بمبي، وانا جنبك وانت جنبي. بمبك ايه يا هانم؟ كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت عند الكوافير. عند الكوافير؟ ايه الكوافير اللي بيشتغل فتره مسائيه ده؟ قصدك ايه يا عادل؟ قصدي انك انت بتكذبي يا رانيا. بصراحه كنت بكذب، بس كذبه بيضة. مش كان بامبي من شويه؟ هو لا ابيض ولا بامبي. سناء شوفي لي لون كسبها ايه. دوري لي كده. انت بترفعي مقاسات، ما تخلص يا سناء. لعلمك بيبان باقي الصبر يا عادل. مراتك كانت في ميعاد مهم وما خبيش عليك. الحالة خطيرة خطيرة، لازم نبطر القلب. قصدي كان يهمها قوي انها تبان انها جميلة مع اللي كانت قاعدة معايا. عادل خرب عقلك، انت عرفتي ازاي؟ مكياجك اللي معمول الساعة 1 الظهر، وشعرك اللي لسه مظبطاه ما بقالكيش ساعة، وريحة البرفيوم اللي طالعة وناشعة منك، والجزمة مكعبة عالي ما بتلبسهاش غير كل 3 سنين مرة في المناسبات الرسمية، لأنك بتخافي تتدلقي وانت ماشية بيها. كل ده عاملاه ليه؟ راح تجيبي عيش وخضار. كنت فين يا هانم؟ وقولي بسرعة. ما كنتش في حتة. ما كنتش يعني مش هتقولي؟ هخلي سناء تعرفلي كنت فين. هتقولي ولا خلي سناء تتصرف؟ لا لا لا، اوكي 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 اوكي. انا هعترف يا عادل، بس لو سمحت انا عايزه اقعد معاك في جلسه منفرده في مغلقه. جلسه منفرده مغلقه؟ بعد اذنكم يا جماعه فضولي الصاله. فضولي ولا اقول لكم؟ خليكم. احنا هنخش جوه نشوف كانت فين. اتفضلي. دلوقتي بقى هانم، انا عايز اعرف كنت فين ومع مين. أنا كنت مع الشهرة، مع المجد، مع الفلوس، مع الثراء الفاحش. الثراء الفاحش؟ كنت مع مصباح علاء الدين يعني، ولا كنت مع علاء الدين نفسه؟ لا، كنت رايحة أقدم في محطة اسمها تاتا تي في، محطة فضائية. تاتا تي في؟ دي غير تاتا خط العتبة؟ لا، هي محطة لسه بادية، فهم مسمينها كده اسم تجاوزي يعني. محطة صغيرة، وأنت رايحة تعملي إيه في المحطة مع المحطة الصغيرة؟ رايحة ترضعيها؟ لا، كانوا طالبين مذيعات فروحت أقدم. روحتي يعني تقدمي كمذيعة ولا كضيفة؟ لا طبعاً كمذيعة. يا سلام، وأي واحدة معديه في الشارع كده يطلع في دماغها تبقى مذيعة، تقدم تبقى مذيعة. يا سلام. على فكرة بقى يا عادل، أنا طول عمري متحدثة رسمية ومتحدثة جيدة جداً، ولعلمك بقى أنا كنت بقود الإذاعة المدرسية وكنت عنصر ناشط فيها. عنصر ناشط في الإذاعة؟ يعني كنت إيه يعني؟ كنت اليورانيوم بتاع الإذاعة؟ بيبي بليز، انا محتاجك دلوقتي اكتر من اي وقت فات، انك تعضدني وتساعدني اطلع سلم مجدي. وتطلعي سلم مجدي ليه؟ افرضي مجدي ده اتضايق مثلا، ولا قال مين اللي طالع على السلم دلوقتي، ولا كسرت له سلمه، يجي بقى يصدرني مثلا ويقول لي لو سمحت مراتك هي اللي بوظتها تعالى صلحها. هي يا عادل بقى بليز، ارجوك بقى، مش عايزك تفضل كل شويه تحطم في طموحاتي. طموحاتك ايه؟ انا مش فاهم. كل شويه يا رانيا يعني ارحميني، كل شويه تطلعي لي بافتكاسه. طب انت عارف بقى الافتكاسه دي لو ضربت معايا هاخد كام؟ انا مش عايز اعرف. انا ضد المال وضد الشهره. اوكي يا عادل، عموما هي لو ضربت معايا هاخد 10,000 جنيه في الشهر. ايه 10,000 جنيه؟ بصي يا رانيا، يعني انا ممكن اساعدك يعني، مش كمراتي بس، لا يعني انا واثق من امكانياتك. ومجدي ده لو ضايقك ولا حاجه وانت طالعه السلم صدرهولي، انا اساسا ماسك عليه حاجات يعني. يلا. طب بصي يا بيبي بقى، انا محتاجاك في ايه؟ انا محتاجاك تقف جنبي على اساس ان انا ايه، اول مره في حياتي هقف قدام كاميرا تلفزيون، فمحتاجه يعني اعمل بروفات حيه كده كمذيعه وسط جمهور وكاميرات، على اساس يعني اجرب نفسي في اداره الحوار. حبيبتي ما تقلقيش خالص. بصي، انت بالنسبه للشغلانه دي محتاجه فيها كاميرا، ومحتاجه فيها شويه جمهور، ومحتاجه فيها، بصي، اي توجه اعلامي انا مسؤول عنه يا ماما، انا اللي هدير لك كل شغلك، ما تقلقيش. 10,000. صوره عائليه، صوره للذكرى. يا عم حمضها، انسى بقى انك انت فوتوغرافيا، ركز في الفيديو. راني خليك واقفه هنا على ما اشوف اي زبون مثلا تتكلمي معاه ولا حاجه. اوكي اوكي. مساء الخير. ايه
حضرتك يعني ممكن تصور معانا؟ صور معاك بمناسبه ايه؟ صاحبي، قريبي، اخويا اللي اتحبس. الف سلامه، ان شاء الله يخرج بسلامه باذن الله. انت فاكرها صوره هتحطها في تابلو الميكروباص بتاعك يا استاذ؟ ميكروباص؟ بتاع الوجيعه هم حجزوه عشان عليهم خلافات. طيب ما دي حاجه كويسه قوي. حضرتك احنا ممكن نعرض المشكله بتاعتك عندنا في البرنامج. بجد؟ بجد. عارف اللي واقفه هناك دي؟ دي الاستاذه المذيعه الاستاذه رانيا. وانا الاستاذ حمادها مدير عام الكاميرا دي وبشتغل معاها. اهو اتعرفت بالناس كلها. يلا خش يا رانيا، خش يا رانيا. الف لا باس يا اختي. واحد ينزل لي قبل المذيعه حته. انا سواليت عادل. عادل مرتبكه مرتبكه عادل مرتبكه يعني. طب مكياجي مظبوط؟ المهم ظبطي عقلي. ظبطيها وخش خش خش خش. شعري 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 حلو. هايل هايل. عندك جل يكفي خمس ستات. يلا خش. ما تخلصونا يا اخوانا. الشيشه حته. انا يا استاذ. معقوله يا استاذ حمادها؟ يا استاذ حمادها الشيشه ايه اللي انت عايز تشربها؟ ما ينفعش اثناء الشغل يعني حضرتك. هتصور ازاي؟ هو انا يا ابني اللي بصور؟ احنا مجرد اسباب. دي كاميرا فيها زر، تدوس على الزر الكاميرا تصور على طول. الله الله، احترم وجهة نظرك. طب دولا ما تخلي الكاميرا دي بقى تستضيفني. تستضيفك كايه يعني؟ كانسان. انت انسان؟ هنكذب من الاول كده ومن اول حلقه نكذب على المشاهدين؟ يا اخوانا خلصونا. حاضر حاضر، خش يا رانيا، خش يا رانيا. حاضر حاضر. أعزائي المشاهدين، عزيزي المشاهد اللذيذ الفظيع، هنقدم لكم النهاردة أولى حلقات برنامجكم الممتع قاع المجتمع. قاع؟ قاع دي منظرها شتيمة. لا حضرتك، شتيمة إيه؟ هي تقصد يعني إنك أنت شاب من الآخر يعني. اتفضل اتفضل. إذا كان كده ماشي، اتفضلي يا أختي. ومعانا نموذج سلوكي نتعرف بيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وليد ستيبن أول فيصل. أحب أصلح الملحوظة اللي قالتها الأخت المذيعة. أنا مش سروجي، أنا سائق ميكروباص. وبابي الأستاذ ستيبن هل كان بيشتغل فردة كاوتش؟ فردة كاوتش؟ إيه العفشة اللي جاية تدبدب فوق دماغنا دي؟ لا 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 لا، مفيش حاجة حضرتك. دي يعني أصل هي مذيعة كوميدي يعني، واعتبرها زي أختك يا سيدي. عادي جدا، مش ممكن أختك تقول لك مثلا تكلمك أي كلام فارغ يعني. أنت تقول لها اعملي لي شاي يا أختي مثلا، فهي تقول لك وأنت أكتع ما تعمله لنفسك. مش بيحصل؟ بيحصل صراحة. خلاص اعتبرها زي أختك يعني، ما حصلش حاجة. الشيش يا ابني. حاضر يا أستاذ. معقولة يا استاذ حمادها؟ ما ينفعش. معقوله هتضرب شيشه دلوقتي مع حضرتك؟ الدخان هيطلع على الكاميرا يغطي على وش رانيا يعني. اهلا اهلا، والله كويس انك جيت. انت ابن حلال، يا ريت تدوس لي بقى على زر الكاميرا عشان تبدا تشتغل. إيه ما كانتش بتصور من الصبح؟ لا والله لحد دلوقتي لسه. حاضر ادوس لك. ادوس انا؟ ادوس. تدوس ايه؟ انت عمرك دوست على زرايا؟ خلاص يلا يلا خش خش خش. لو سمحت كلمنا عن مأساتك يا أستاذ ستيبن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس اشتغل سواق على ميكروباص ترس هرم. في يوم من ذوات الأيام الأسبوع اللي فات قبض على العربية. بناشد السيد مساعد مدير الشرطة بتاع منعم رياضي إنه يفك حصر العربية عشان عليها 500 جنيه. إيه ده بس؟ بس مش ممكن، ده 500 جنيه قليل جدا. ده أنتوا بتكسبوا أكتر من كده بكتير. ده إذا كانت الأجرة لوحدها ب 40 قرش وكمان ما بترجعوش البريزة الباقي. ما معيش فك يا أختي. يا سلام، هات لي باين، هات كبريت، ما أنا عايزة حقي. مش عاجبك انزلي. ابعت باقي خمسة يا أسطى. على قول الكوبري يا أسطى والله. أنتوا جايين تقلبوني هنا بقى. ما حدش ليه حاجه عندي. يا استاذ وليد، يا استاذ وليد اهدى حضرتك. يعني هو البرنامج بتاعنا ده بيتكلم عن الواقع يعني، زي ما ناقشنا السلبيات بتاع سواقين الميكروباص، بعد الفاصل ان شاء الله هنناقش السلبيات بتوع الركاب اللي بيركبوا الميكروباص. اذا كان كده ماشي، بس انا عاوز اتكلم عن مشكله الكنبه الورانيه. براحتك، اتفضلي اتفضلي. مبدئيا كده الكنبه الورانيه 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الكنبه الورانيه 4. ما تعانتش وما ترخمش الكنبه الورانيه 3 والا هنقعد متزنوقين. متزنوقين؟ طب ما تيجي تسوقي مكاني. يا استاذ يا اسطى معلش. يا رانيا يا رانيا، النفر الزياده ده انا ادفع انا يا ستي. يا عادل انت كده بتعلمهم الجشع. جشع؟ لا كده بقى اللقاء ده خلص بقى. حضرتك هي ما تقصدش يعني، هي ما تقصدش، هي تقصد يعني ان هي زي اختك يعني. انت مش ممكن تتخانق مع اختك طول الوقت، بتتخانق معاها وتقول لك يا منيل وبتاع. مش ده اللي بيحصل بصراحه؟ بيحصل. خلاص بقى يا اسطى عديها.
هات شايل اللص عشان يعديها ابني. انا يا استاذ. خش يلا يا رن، خش يلا يا رن. وبالنسبه للهباب والعدم الاسود والحاجات والدخان الوحشه اللي بتطلعوها اللي دبحتونا وقرفتونا بيها. ايه يعني اصرف لكل راكب انبوبه اكسجين؟ وايه المشكله؟ ايه المشكله ان انت تجيب انبوبه اكسجين تلف على كل الركاب ورا بعضيهم؟ ايه هنصرف عليكم بقى. ايه ده؟ انت ما تحترم نفسك يعني؟ انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ انا هكون بكلم مين؟ تاكسي العاصمه بالاصفر اللي لابسهه لي ده؟ اوعى يا تاكسي، اوعى يا رانيا. يا رانيا يا رانيا، حضرتك ليه بس اعصابك يعني سايره طول الوقت؟ يعني اهدى، ما يجراش حاجه يعني، زي اختك برضه. زي احترم نفسك انت يا حيوان يا رانيا. حيوان؟ لا 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 حيوان. لا انت كده بقى عندك حق يا عم، انت تطلع دلوقتي على الاسم وانا يا عم هشهد معاك على قلة ادابها هي وجوزها. بس يا حيوان اسم ايه ده؟ انا حق اخده بدراعي. لا يخرب بيت دراعك، ده راح اكسر لك دراعك من غضاريف وحط حد بالبتاع. بقولك ايه، عادل طلع الواد ده بره، هات واحد تاني، هات واحد تاني عادل. واحد تاني؟ واحد تاني ايه واحنا كوبايات؟ انا عارف. انا لو منك ما اسكتش. يا عم يا عم حماده، انت معايا ولا معانا؟ لحظه واحده، طريقك فين يا قصه؟ هرم. تنزلنا اول الكوبري. ماشي. يلا بينا. ايه ده؟ طب وايه، هتسيب العده وتسيب الكاميرا؟ لا بقول لك ايه، الكاميرا دي رجعوها لاصحابها وخد الرهن، وانا هرجع لشغلتي القديمه تاني. ايوه واحد فيصل، واحد فيصل. عاتب انا اللي هصور يا دول. عجبك كده؟ عجبك كده؟ هنعمل ايه دلوقت؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. مستقبلي الاذاعه اتضرب. لا 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 لا، على فكره بقى انا حاسه انها مكيده من احدى المذيعات المنافسات المنافسينات. بص يا رنا يا حبيبتي، احنا لازم نعترف بخطأنا. الجماعه بتوع المحطه دول مش عايزين شريط يعرفوا من خلاله إيه، انت تنفعي تبقي مذيعه ولا لا. خلاص المساله دي سهله جدا وفي ايدي. انا هخليهم يتفرجوا على شريط ما حصلش، وانت مذيعه ما حصلتيش. اوكي اوكي. طب بقول لك ايه، هو مطلوب ستايل معين ليا كمذيعه؟ حبيبتي انا هخليكي تعملي كل الستايلات وهم ينقوا. أوكي. اتفقنا؟ اوكي. فتحي ميك اب مظبوط، شعرك اوكي؟ اوكي. طب خلاص خلاص اوكي. يلا وان. اعزائي المشاهدين، من احد طوابير العيش ابو خمسه ساغ الطويله جدا، توقفنا لنسال الواقفون في الطابور المنتظرون في شغف. تعالوا معايا بالكاميرا. حضرتك بقالك قد ايه واقفه في طابور العيش؟ بقالي 3 ايام وسايبه البيت يضرب يقلب. طب ليه حضرتك ما بتحاوليش تشتري عيش من ابو نص جنيه، وده يخليكي تهتمي ببيتك اكتر بدل ما انتي متدهوله ومتحببه كده؟ احنا بناكل 20 رغيف في اليوم، في نص جنيه يبقى 10 جنيه، في 30 يبقى 300، وجوزي بياخد 300 جنيه في الشهر، هناكل خضار ولحمه منين؟ هنا تظهر المشكلة الحقيقية، المشكلة مش في العيش، المشكلة في اللحمة والخضار. أنا اقتراحي عليكم إن احنا نعمل طابور للحمة والخضار. معنا نموذج آخر حضرتك؟ أو لا 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 نو جامي، أنا مش معقول أبداً آكل الرغيف العيش ده بلديون خالص، أنا بشتري العيش ده علشان أنا أأكله للفراخ اللي بربيها في المنوخ. معقولة؟ معقولة حضرتك بتشتري العيش عشان تاكلوا الفراخ والشعب ما ياكلش عيش؟ هو بيان سور، اولا انا لما اشتري العيش ده واكله الفراخ بتاعتي حتى يكبر وتربرب، وبعدين انزلها في السوق والناس كلها تاكل الفراخ ومعيش. وجهه نظر اعزائي المشاهدين، احب ان شاء الله اتبناها في حلقه لوحدها. تعالوا نشوف النموذج الثالث حضرتك. بصراحه انا واخده طابور العيش ده حجه، كل ما حد يسال عليا في البيت اقول لهم ان انا واقفه في الطابور. بس انت حبيبتي فعلا واقفه في طابور العيش. اصل بابا جه النهارده ورايا بيراقبني. وده نموذج اخر بنطرحه للشباب الطموح جدا. معانا نموذج رابع حضرتك. لا مؤاخذه يا بنتي ما تاخذنيش، اصل انا مليانه امراض كتير وبتعالج في الاسبيتاليا الامير اللي على الناصيه ديت. بصي بصي الدواء، شوفي الدواء ادويه قد ايه اللي معايا، شايفه؟ وقالوا لي لو عايزه سرير تباتي عليه هات لنا كل يوم 10 رغيفه من الفرن. بصي الادويه، بصي الادويه يا اختي.
ما تأخذنيش مضطرين ننظف طبعا. وده اندماج ما بين وزارة الصحة ووزارة الإسكان. هنشوف نموذج رابع معانا أو خامس. انتي فين؟ وانتي يا بنوتة يا أمورة يا حلوة اللي موقفك في طابور العيش؟ مش انتي اللي قلتي لي اقف هنا يا ماما؟ ايه يا ياسمين؟ في ايه يا ياسمين؟ استاذ رفعت هنشيل ده في المونتاج. اوكي اوكي 1 1. والتقينا دلوقتي هنروح للفرانين المسؤولين عن العيش ابو سام. الحلوة دي يا بتعجن في الفجرية وديك بيدا كوكوكوكو أسطعتية. سوري. والتقينا دلوقتي مع العمال النشطين جدا. حضرتك نتعرف بحضرتك؟ أنا الأسطعتية. وحضرتك انت؟ وانا اديك كوكوكو. عايزين نعرف منكم يا جماعه ليه العيش قليل؟ ليه العيش ما بيكفيش الشعب؟ بصي هو حضرتك يعني كل فرن عندنا ليه حصه، يعني احنا النهارده خدنا الحصه بتاعتنا. ايه ده، انا ما خدتش الحصه، انا ما خدتش الحصه. انت جاي الساعه كام الحصه يا لا؟ 7 الصبح. ياد ما قلتليش ليه؟ هقول لك بعدين. بقول لك انت اهو، انا مش عايزه اعمل اوعه، انتوا هنا علشان هتقولولي انا عايزه النهارده في البرنامج بتاعي احل مشكله من مشاكل الشعب كله. ايه ده الست دي؟ ده هتخلينا كده اهو يعني نقول كل حاجه ولا ايه؟ يعني من غير ما نقصد يعني الست جامده دي. ايه ده ايه المذيعه الجامده جدا؟ ما تقفرش جامده جدا. عايزه اقول لك ان البرنامج بتاعي ما بيرحمش. حضرتك يعني انا هقول لك بمنتهى الصراحه، يعني هي الحكومه ما قصرتش، الحكومه ادتنا دقيق يغطي المنطقه اللي احنا دي فيها كلها يعني. وبعدين يعني احنا بناخد صراحه نص الدقيق ده، وبعدين احنا بنبيع نص الدقيق ده يعني. وبعدين حضرتك ده الرغيف ابو 5 ساغ، ده الرغيف اللي هو ابو 5 جنيه. بص حضرتك ده قد ايه، وبص حضرتك ده قد ايه. فاحنا بنبيع نص الدقيق في الخباسه من ورا الحكومه. فبس يعني لا الصراحه بقى تتقال، احنا بنبيع 3 ارباع الدقيق في الخباسه يعني، والربع بس اللي بنوزعه وبنعمل بيه العيش ده اهو. يلا لازم تقول كل حاجه بصراحه. يلا طب يا جماعه من غير خناق، تفتكروا ايه الحل معانا؟ يعني احنا بنطلب من الحكومه يعني ان شاء الله وربنا يكرم باذن الله، يعني ان الحكومه ما دام عارفه ان احنا كده بنسرقها يعني، فهي الحكومه تزود الدقيق عشان احنا نسرق براحتنا والشعب ياكل برضك يعني. أعزائي المشاهدين، بكده نكون حلينا مشكلة رغيف العيش في الحلقة دي. أشوفكم في الحلقة الجاية. والحلوة دي قامت تعجن في الفجرية. باين لي دي اوكي. لا بص يا فتحي، خش زوم اوت عليها، زوم اوت، خش عليها يا فتحي بقى. طب اوكي خلاص يلا. 1 1 1. مناحة شوارع القاهرة العامرة بسكانها السائرين طول النهار رايحين جايين خانقنا كده، التقينا بأحد المواطنات حبينا نروش عليها. تعالوا معايا. حضرتك مزموزيل، انت ايه اللي ماشيكي يعني دلوقتي؟ انا مدام مش مزموزيل. طب يا مدام يعني انت ايه اللي ماشيكي في الشارع؟ انا موظفه هيئه النقل والمواصلات حضرتك، وكنت بدور على مواصله اركب عشان اروح وظيفتي. مفيش اي مواصله بتخدم على المكان دوت اللي احنا فيه. احنا بنشهد المسؤولين في كل حته في مصر ان هم يخدموا على المواصلات على المكان اللي احنا فيه دوت. خلاص يا امي خلاص، هنقابل حد تاني في الشارع. مين معاك حضرتك؟ نعم. ايه اللي ماشيكي دلوقتي في الشوارع؟ رحت اشتري طلبات لجوزي وعايزه اروح، مش عارفه لا في تاكسي ولا اوتوبيس ولا حاجه. اوف ايه ده، ايه ده؟ اوف زهقوني. تعالي يا ماما، انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ انا كنت مزوغه من الجامعه مع تامر صح، وبعد كده اتخانقت معاه، قام الواطي منزلني من العربيه وقال لي روحي لوحدك. شايفين الناس؟ مش ممكن. حبيبتي انت ايه اللي ماشيكي دلوقتي؟ انا مش معقول، انا واقفه تحت الشجره بقالي ساعه والشمس حامياتس خالص ومستنيه الميكروباص، ما جاش لحد دلوقتي. طيب يا موز يا امو، تعالي يا شاطره، تعالي يا حبيبتي، تعالي قولي لي يا شاطره يا اموره، انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ مش انت يا ماما اللي قلتي لي روحي جاي روحي كده يعني؟ يا ياسمين حرام عليكي، كل مره بقى تبوظي لنا المقدي. يو اوعي، معلش يا استاذ رفعت انا اسفه.
هنشيل ده في المونتاج. طب هنكمل هنكمل. خش عليا. أعزائي المشاهدين، إحنا شفنا دلوقتي إن المشكلة الرئيسية للشعب هي المواصلات. يا ترى إيه الحل؟ التوك توك. التوك توك حلوة أوي المواصلة دي. أخيراً أخيراً هلاقي حاجة توصلني هيئة النقل وأروح الوظيفة في معادي. يا ترى التوك توك ده بياخد فيزا كارد عشان أنا ما عنديش فيليسيون. ماما أنا عايزة أركب التوك توك. حسبي يا ماما. حضرتك يعني كقائد مركبة توك توكية يعني شعورك إيه يعني؟ عدم المؤاخذة يعني، ما احنا المركبة الكركوتكية اللي حضرتك بتقول عليها دي يعني انا مش عاملها مثلا عشان يعني غاوي يعني، لا، ولا عشان انا مثلا مش لاقي شغل ولا حاجة، لا، انا عامل ده خدمة للشعب اللي مش لاقي مواصلة توصله. والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توك 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 توك. معلش يعني حضرتك يعني بتمشوا من غير رخصة ومن غير نمرة، وده يعتبر مخالفة من الاخر يعني. رخصتي يا حضرتك اذا كنت انا مخالف ذات نفسي يعني، وبعدين ما عدم المؤاخذة يعني الحكومة سابتنا نخالف وسابتنا نمشي، وبعدين هل الحكومة يعني عدم المؤاخذة وفرت مواصلات والناس سابوا المواصلات وجم يركبوا التوك توك 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 كده؟ يا جماعة هنبقى حطينا ايدينا على لب القضية، تفتكروا بقى ايه الحل؟ خايفة عادي؟ لا بجد خايفة 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 يعني. يا حبيبتي ما تخافيش، انا مؤمن بموهبتنا، واحنا الحمد لله بعتنا الشريط للمحطة بتاع التاتا دي، فيه اكيد يعني هيعجبهم لان مبذول فيه مجهود جامد جدا، ما تقلقيش خالص. عادل عادل رانيا جالكوا جواب من تاتا تي في. وطبعا انا فتحته وقريته كالعادة. طبعا جماعة جماعة مبروك عليكم، خدوا قروا الجواب واستمخوا واستمتعوا والليلة ليلتكم، ويا رب دايما انا جلابة الخير. شكرا يا سناء. شكرا خليك يا سناء. ايه الهبل ده؟ ايه عادل لازمته الكلام ده؟ ما تقرا يا حبيبي. حبيبتي ده اللي مكتوب في الجواب. طب كمل. ايه العبط ده؟ ايه عادل بقى الالفاظ بتاعتي دي؟ عادل لو سمحت حافظ على مشاعري. هو انا اللي بقول حاجه من عندي؟ ده اللي كاتبينه. ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ ايه الرخامه والرزاله اللي انتوا فيها دي؟ انت ما تنفعيش تبقي مذيعه، انت اراجوز في سيرك، لو هوبت في شارع ماسبيرو اللي فيه التلفزيون هنديكي بالجزمه. بس لا لا لا، لعلمك بقى ده جواب تهديد من منى الشاذلي. طبعا خايف اخد مكانها. مكانها ايه بس؟ مكانها ايه يا رانيا؟ وانت اصلا تعرفي مكانها فين؟ الحل دلوقتي يعني الحل؟ ما تقلقيش انا مؤمن بموهبتك، انا اللي اخرجت البرنامج وشايف ان البرنامج ده هيكسر الدنيا، حتى لو تاتا تي في مش عايزين البرنامج هنروح لمحطه منافسه، في محطه فسح تي في ممكن نديهم البرنامج اكيد هيعرضوه. هات الهافه احلوات والقعوات كده ليه مات؟ انا مش عادل. امال انت مين يا عمر؟ يا جدي يا جدي، دي مراتي يا جدي. جدو هاف كده قطع هزو. اقول لك ايه يعني؟ اقول لك يا انكل جدو، شايف الواد وقال اللي اتقتب وانعام؟ شايف الواد وقال اللي اتقتبه؟ يا نهار اسوح يا نهار، يا انت انا السبب في وجودك يلا. معلش يا جدو، من حفر حفرته لاخيه وقع وترزع هو فيها. اسم الله عليك يا دول، انا فضلك دارك بتزيط انت في الزيطه، وبتنسى ان انا بديك بالجزمه واحنا لوحدينا. يا اخوانا مش معقول كده حد يجيب كوبايه ميه للراجل طالع السلالالم دي لوحده. سلالالم؟ ايه ده مين العسل دي؟ الله. يا جدي دي حماتي يا جدي. حماتك؟ بس يلا بس اسكت خالص، ما تتكلمش، سيبنا نقعد كده في وسط بستان الورد اللي انا خدت منه ورد ده. هاي عليكو. ودي بقى الاموره الحلوه دي تبقى بنوتي برضو. يا نهار اسوح على صينيه البسبوسه اللي احنا وقعنا فيها. وايه اللي معاكم مع الواد الهوزق ده؟ هو في ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ عملت لك حاجه؟ بقى تبقى عارف ان ستك سيدك ده اللي هو ابو امك اللي كان سبب انك انت امك جت وجاي النهارده في القشاش، مش تقف في المحطه تستناني يا جعر. يا جدي قشاش ايه؟ القشاش ده بيطلع وهو وظروفه، اقعد انا بقى مستنيك في الشمس يعني لغايه ما دماغي تتقور؟ ما كنت تقول لي يا دوله وانا افتح لك الشمسيه يا عم. انا اللي هفتح لك دماغك دلوقتي، اسكت خالص. معلش يا بابي، عادل ده طيب قوي، مهنش علينا انك تبعد عننا، فاثار انك تيجي تقعد معانا.
شفت بقى جدا انا طيب ازاي؟ طيب ايه وصفت ايه؟ ما لازم اقعد ما ده بيت انا اللي شاريه بفلوسي ده شاريه ايام ما كان الجنيه جنيه بقى. وهو الجنيه عمل عمليه بقى ربع جنيه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا جدو، الكيسه الجميله دي جايب لي فيها هديه جميله؟ البت دي هبله، لا دي عده التشجيع بقى، يعني احنا هنا اهو في الكيسه دي كنا نطلع بقى الاعلام مكون في الماتش رون. طلعين بقى اقول وبعدين بقى ايه بالصفافيه اربعه عشان نلبخ الحكم وبعدين وبعد كده بقى ايه نقوم بالطوب ده بقى ونقوم في دماغ الحكم ده لانكم بتتغلبوا طبعا. المفروض بقى يا كيتو انك تبقى عندك روح رياضيه. ده بيطلعوا روحنا روح رياضيه دي واحنا ده مفيش بقى ده احنا حتى ما بنتعادلش حتى. ربنا يسهل بقى جدو تتعادلوا كده من حين لاخر. يعني ايه من حين لاخر يا دولا؟ يعني تغور من وشنا وتغور من هنا، كفايه علينا العضو الجديد في الفريق، ولما نشوف مين اللي هيقعد على دكه الاحتياطي. بقول لك ايه يا عادل، انا جامي 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 هسيب الاوضه بتاعتي لاي حد. ها وانا عادل هفا، وانا بقى الاوضه بتاعتي بقى بيبقى فيها ايه بقى؟ بيبقى فيها مثلا مروحه في السقف، فيها سرير وبتطل بقى على الخضره على الخضره وعلى الميه. وما قلتش ليه والوجه الحسن يا جدو؟ ما هو ده كتير اهو، يعني كله حلو وكله حسن. خضره وميه ووجه حسن، افرش لك في الحمام يا جدي. شوف الواد الهوزو الواد الهوزو. يا بابي انت هتقعد في اوضتي عشان انام في حضنك. ماما وبالمره بقى يغطيكي ويحكي لك حدوته قبل النوم. اه ويمسك رجلاتك ويعمل لك زغزغيشي تكلينج تكلينج. اوعى تعمل كده يا بابي اوعى. مفيش يا حبيبتي تكلينج تكلينج ده ناس هبله. ماما ازاي انا وانتي وجدي او ياسمين يعني ازاي هننام كلنا في اوضه واحده؟ حصرت الصيف واسعه. وبعدين لا 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 وانتوا هتسيبوا واكل ايه يعني؟ لا مفروض الستات بقى يقعدوا هما برتاحين كده هو وركالة هما بقى اللي بيضحوا يعني، ولا البيت ما فيهوش رجالة. أنا ضحيت وبعت لك عنوان البيت. أنا عندي فكرة يا جدو. جدو 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 إيه رأيك يا جدو تروح تنام في أوضة الدولة؟ البيت اللي خلفوه جوه عشان كل شوية تعزم على ناس ما نعرفهاش؟ تتبرى مني يا كعير، ده أنا كنت في قصر، كنت في قصر وعايش معاشعش ومخرم طول الوقت، وبعدين يعني أنا عايز أوضة، بص أنا هسرح، ومطرح مبروك نزرع شجرة. بس يا هبلة. أنا؟ بتتريق على جدك يا بنت، لا ده أنت وقعت مع جد، ده أنا أصيع جد طالع في الشرقية الغربية. أنا آسفة. أنا آسفة يا جدو، آسفة حقك عليا. يا سلام، القوي فيه اللقوة منه. جدو اشتمني، اضربني، بص بص أنا مبهور بيك يا جدو، أنا مبهور بيك. الواد ده شكله طيب، وحيوان على صغير كده يعني إيه على أهل على بجدع يا جدع. طبعًا، وراحة الجسم تبدأ من القدمين، خد رمز يا جدي وهديك فوقيه شراب هدية. بابي، هو أنت ما جبتليش هدية معاك وأنت جاي من السفر؟ هدية جبت لك هدية هدية. انا كفاية عليا ان اشوفك يا بابي. انا كفاية عليا اشوفك يا بابي. اسمها بابي وبأمارة ان انت بتدوري على الهدية. طبعا جدي ده اصلا مليونير وهداياه فوق مستوى تصوراتنا. بص بقى المفاجأة بقى ادي جبت لك بقى خمس حقن. خمس حقن دول انا كنت جبتهم بقى لما كنت بقى في المستشفى اللي هي الوطنية بتاعت ليبيا وكان معايا بقى ممرضات، كنت انا بقى مع الممرضات بنقعد يلا. ميرسي يا بابا. بس لازم انت بقى ايه تغليهم في النار الاول عشان الميكروبات تطلع منهم، عشان كان في بنت ممرضة عندها وانا كنت يلا. تصوراتنا واحلامنا. ايه حتى عايز حاجه تاني؟ انا يا جدي ما جبتليش هديه معاك انا كمان؟ هديه جبت لك ايه البت الهبله دي؟ ايه البت دي حقنه دي حقنه. انا مش عايزه حقنه يا جدي، انا عايزه هديه. بعدين عشان دماغي يلا. يا ساتر يا ساتر. ايه ما البيت كله قاعد قدامك هنا يعني، وبعدين انت رايح على فين؟ انا هخش ومطرح ما هبرك بقى ايه، هو ده المكان اللي انا هنام فيه. يا ساتر. ايوه دول بقى
برضه. لا حلو حلو. طب اطلع لي هنا على ساكنه. انزل يا قرد، انزل يا قرد، انزل يا قرد. ها جدي، اوضه ما عجبتكش طبعا. الاوضه دي بقى هتبقى قبلي مثلا ولا ايه؟ وحر جدا 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 لعلمك يا جدو، درجه الحراره في الظل بس 80 درجه فهرنهايتيه، ولعلمك انا جايبه الحكايه دي من الارصاد الجويه. ارصاد جويه؟ انا بابا بحب اللي هي الاوض القبلي دي، انا احسس كده ان هي حلوه يعني. بس انا عارف يعني يا جدي بتلاقيها قبلي ساعات وساعات بتبقى بحري، وما بتبقى بحري بيبقى بحر بقى يعني هوا جامد جدا، وما بتبقى قبلي بتبقى قبل بقى يعني بتبقى حر جامد جدا. بس انا عارف برضو البلاط اللي هو ساقع يعني، وبحس انا بتراوى رجليها ما بتسخن بشلت على طول، انا بامرح لها دي، فعشان كده انا حابب دي. وبعدين انا ليا فيها ذكريات. ايه كنت عايش فيها قبل ما تتبني مثلا؟ لا اصلا شبه الاوضه اللي انا كنت عايش فيها في زريبه عبده. يا جدي بس دي مش زريبه، دي قطة انا ومراتي. تبقى ايه؟ تبقى زريبه. حلو انا ابراهيم، انا انت كويس انا. واحنا بقى ان شاء الله يا جدو كده كاصحاب البيت هنروح ننام فين؟ ننام في زريبه عبده طبعا. لا ما هو بقى نقل بعد ما مات الله يرحمه بقى. خد يا بنت انعام، خد تعال. نعم يا بابي. خد يا بنت انعام، انا جايب لك مفاجاه حلوه قوي، جايب لك هديه. خدي اهو شويه حقن اهو، كملي شويه الحقن اللي عندك عشان يبقى عندك الحجم الكبير وعندك الحجم الصغير، مش اديها كده اهو، بعدين بتحط فخ اهو. شكرا يا بابي. شكرا على ايه؟ انت هتعمل لهم عقده يا ماما. جدي معلش يا جدي، الاوضه دي مش هتنفع لان دي اوضتنا. طيب اه بس يالا بس يالا، الواد ده رخم قوي قوي. الدوله ده رخم يا بابا من الاول، انا مش مستوعبه ومش مستضافه. خد يا ده افتح بقك سكر قوالب يالا. انا اتبسطت بيك، هات خد. ربنا يخليك يا بابا تيتو. خلاص يا ناسكو. خلي بالك يا جد احسن رفوسك. بابا سيكتو بقى، بابا سيكتو. بس يا عادل انت، انا هعرف اتعامل معاه لان الناس الكبار دول في السن ده بيبقوا عاملين زي الاطفال. سيبهولي. جد يا جد، جودي يا جودة، تعالى ما اقولك. ايه عايزه ايه؟ بصي يا بيضة يا اختي قمر والمصحف قمر. بصي يا قلبي، احنا عندنا اوضه جميله حلوه وبرحه واحلى من دي بكتير، فيها لعب كتير وكور بس فظيعه. شوفي شوفي هنا مني مصر. ايه اللي عندك؟ طب ما تروحي يا اختي يا غدوره تقعدي فيها، بدل فيها لعب روحي. بص يا قطة، أنا عندي استعداد أحرم نفسي من الجنة والله عشان خاطرك أنت يا وطوط يا جميلة زمالية غتي والمصحف. هو أنت ما تعبتيش؟ وبعدين بقى جدي؟ وبعدين أنا هقعد في الأوضة دي، أنا هقعد في الأوضة دي لأن أنا صراحة الأوضة دي عجبتني، وأنا دماغي بقى بتبقى جذبة قديمة يعني. أنا برا وأنا كنت في المغرب وراكب الأتوبيس وعمال بقول للراجل قطع التذكرة، وكنت رايح ده لأمه، وبعدين ورحت نزلت الشمس، وبعدين ولا كنت رايح في ايه؟ شبرا رخيمة يا بابا ست. انزل يالا انزل يالا، العيال بيقعدوا يشعبطوا على الاتوبيس يعني، وايش وده بقى اللي حصل، وانا هقعد في الاوضه دي. وبعدين يا جدي؟ يا ابني ما تحاولش وخاف على عمرك، لا يولع في الاوضه وانت نايم فيها زي ما عمل في زريبه عبده، والحمير جريت وهي مولعه. خفيش يا ماما، انا هعرف جدي ده ساب المغرب وجي لي ان شاء الله، حتى لو حكمت اسال في السفاره. ولا سيد رمزي يا بابا ست، رمزي اي زباله، روحي هات لي الشرط بتاعتي من بره. حاضر حاضر حاضر. وانت اسمك يا حلوه؟ السلام عليكم. اوعى 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 من خلقتي. وايه اللي انت بتنضف صورتك؟ انت اصلا ما بتستحماش الصوره دي، ما تحطهاليش هنا تاني، الخزنه فاضيه من يوم ما انت حطيتها لي فوقيها. ماشي يا دول. ايه يا دول انت بقى، ايه ما عملت ايه في الموضوع بتاع جدك ده؟ هو انت مالك؟ انت اساسا سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. يبقى ما لقيتش سبب للموضوع ده. وانا دول ايه اللي خلى جدك يسيب المغرب ويجي هنا؟ ايه السبب؟ عرفت السبب ومش هقول لك يا رمزي. يبقى سبب ملهوش حل يا دولة. انت ما ينفعش ترجعه المغرب تاني. ولا ابعد عن وشي دلوقتي خالص، ابعد عن وشي، انا مش ناقصك، اتكل على الله. يا دولة عيب يا دولة، انت هتخبي عليا يا دولة؟ ده انا رمزي السرجاوي. ايه رمزي السرجاوي ده؟ يا
يعني اذا كنت انت ابن عمي يا ابني فين السرجاوي في اسم العيله اساسا؟ لا يا دولا، ده نسبه الى عيله امي. السرجاوي ده نسبه للسرج اللي بيحطوه على ظهرك يا حمار. اه يا دولا بيدفيني والله بدل البرد اللي ناقع في جتتي ده. هو ها قول لي بقى ايه؟ مفيش يا رمزي، جدي عمل مصيبه في المغرب قبل ما يسيب المغرب. يا دي النيلة يا دي النيلة، يعني مش لاقي إلا ساعة المغربية ما يعملها بالليل. كان عايز ينام، قال أعمل مصيبة وأنام بقى على طول بعد المغرب يعني. يا دولا أنت بتقوم على قوم يا عم، أنت قصدك يعني دولة المغرب. اللهم صل على النبي، أنت عرفت دولة المغرب؟ يا دولا دي دولة أوروبية معروفة. أوروبية؟ يلا أهو نص العمى ولا العمى كله. المهم يعني جدي بقى أما راح دولة المغرب الأوروبية اللي أنت بتقول عليها دي، يعني كان في ماتش هناك، راح الاستاد يتفرج على ماتش بين الزمالك والمغرب المغربي. طب هو ليه يا دولا ما تفرجش عليه في التلفزيون يعني؟ انت جاي تسال مش انا اللي بحكي؟ انت بتتكلم ليه؟ انت تسمع وانت ساكت وخلاص. انا اللي بحكي. ماشي يا دولا، انت هتحكي دلوقتي؟ قول يا دولا. انا هسمع اهو. قول. بقول لك يا دولا، تيجي نقفل البازار ونروح نقعد في القهوه نحكي؟ هتموت انت وتجيب درف وخلاص، اسمع وانت ساكت. المهم يا سيدي بقى ما تهبب جدي وراح اتفرج على الماتش في الاستاد وما شافوش في التلفزيون. وهو في الاستاد المغرب طبعا بتلعب جامد جدا والجمهور كله جمهور مغربي. المهم راح الزمالك اتغلب يعني، فبعد تالت جون جدي سخن قوي لان جدي اصلا كان هو زملكاوي عتيد يعني، فقال لا كده ما ينفعش، وطوبة وفي دماغ الحكم يا معلم. بس وما اكتفاش بكده، لا شوية طوب في دماغ اللعيبة ونزل عمل قلق في الملعب تحت، نزل في الملعب ملعب تحت ومسك الكرة قال ايه عايز يجيب جون شرفي عشان يبقى 3-1 بدل 3-0. اتفضل اتفضل. مهم يعني الحرس المغربي بقى مسكوه ورحلوه من المغرب ومنعوه من دخول دولة المغرب الأوروبية تاني خالص. طيب ايه رأيك يا دولا في ان هو ممكن يعني يجي هنا هون يقعد في البازار وانت تأجر لي الأوضة اللي هي فوق السطوح دي يعني اللي جنب الفراخ، واهو لما اجوع اقوم دابح فرخة واكلها، ادبح اكل ادبح اكل. استنى استنى، هو في أوضة فوق السطوح عندنا في العمارة؟ يا خبر ابيض يا دولا، ما اقولكش بقى يا عم، دي الفيلا الفيلا اللي انا بحلم بيها يا دولا طول عمري، نفسي في خلال ال 30 سنه اللي جايين يا دولا اشتريها وامتلكها. ادعي لي يا دولا. مش هدعي لك. المهم يعني الفيلا دي اللي انت بتحكي عليها، الاوضه اللي فوق السطح، ايجارها كام يالا؟ لا لا دي حراقه يا عم. كام؟ اخلص. وصلت ل 20 جنيه دلوقتي. وصلت ل 20 جنيه؟ طب هي كانت بكام يعني قبل كده؟ لا كانت بستين جنيه دولا، بس انا ما كانش ساعتها معايا فلوس. ولا يعني هي كانت زمان رخيصه بستين جنيه ودلوقتي وصلت لعشرين جنيه، ما شاء الله. يعني فعلا الزكاوه دي مش ملهاش علاقه بالوراثه لان انت غيري طبعا يعني. انت عارف انا رمزي البيضه الاول ولا الفرخه؟ سطوح؟ سطوح اللي عايز ترمي جدك فيه؟ يا ماما هو انا هرميه منه يا ماما؟ يعني هيقعد عادي في الاوضه؟ يا بصي اقول لك حاجه، بلاش بلاش، انا ورانيا بقى اللي هناخد الاوضه بتاعت السطوح دي وهقدم على تليفون ان شاء الله، واول ما يخش لي التليفون اي حد عايز حاجه ما يطلعليش، يكلمني في التليفون وانا ابقى دلدل السبب. ماشي، بس بابي ما يطلعش فوق السطوح. بابي؟ ماشي يا ماما ماشي، مش هيطلع فوق السطوح. ماما انا اللي هقعد فوق السطوح انا ورانيا، خلاص ما يجراش حاجه يعني عادي جدا، لان انا كمان اكتشفت ان الشقه دي زحمه ما استوعبناش كلنا، فانا ورانيا هنقعد فوق السطوح خلاص. والله هتوحشني يا عادل. ايه ده، انت صدقت ولا ايه يا ماما؟ عادل بص من الاخر كده يا عادل، انت عايز تاخد جدك تطلعه تقعده فوق السطوح اهلا وسهلا، بس ما تدخلش مامتي في الموضوع ده وما تطلبش من اي حد فينا اي خدمة في الموضوع ده. طبعا عشان كلكم خايفين تواجهوا جدي. لا يا خفيف، عشان انت بس اللي اتضريت، انت اللي سبت قطك، محدش فينا ساب قطه. ماشي عادي جدا، انا هقول لجدي وهواجهه. هو انا يعني هخاف؟ الحق يا عادل جدك. ما حدش يقول له ان انا هنا، ما حدش يقول له ان انا. جدك افرغ محتويات الاوضه كلها واصبحت هشيم. هشام؟ هشام مين اللي جاي يسكن عندنا ده راخر؟ هشام ايه عادل، انا جبت سيره هشام، بقول لك جدك خرج كل محتويات الاوضه بره في الصاله. اتبرش فيكوا حاجه على بقى لقبط. يا جدي ايه في ايه؟ دي اوضه تقعدوني فيها، حرام عليكوا حرام عليكوا، ده انا كنت قاعد في قصر، حرام عليكوا.
احنا برضو اللي حطيناك فيها يا جدي. دي اوضه سقفها واطي، كل ما باجي انا بحس ان سقفها يكبس على الصدر. حرام عليكوا، حرام عليكوا. فخرجت السرير ونمت على الارض براحتك بقى. عشان برضك يعني الواحد يكبر المسافه بينه وبين السقف، يعني مش كل شويه يخبط في في. طب بص يا جدي، في اوضه فوق السطوح هتنفعك، هتعجبك جدا. اهم حاجه سقفها عالي، كابورلي من غير سقف وازاز كهرباء. ودي كام دي حاجه؟ اقعدي ساكته انت خالص، بدل ما يطردنا من الاوضه ونترمي على السلم. ها يا جدي، ايه رايك؟ ايه رايك تيجي بقى تتفرج على الاوضه دي بنفسك؟ انا بطلعش اشوف اوض الاوضه اللي تتزل هنا. حرام عليكوا، حرام عليكوا. ماشي يا جدي، اجيبها لك تتعرف عليها. مع ان انا شايف يعني ان انتوا انت والاوضه يعني لو اتقابلتوا في حته محايده مش هنحرجها. وعيالها اللي عاملين شباب، انتوا فين؟ انت هاد انت يا بنت؟ ايه الراجل ده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالحج، نورت السطوح والعماره والحته كلها. بصي وانا لسه ما حجتش، ما تقوليليش يا حاج، بس عملت عمره يعني الحمد لله. قولي لي يا عمري. طيب يا حاج يا عمري، يعني اهي الاوضه اهي حلوه وبرحه وشرحه وريحها زي الفل. ايه رشره الارصاد الجويه اللي احنا نزلنا فيها؟ مين اللي ولق بنت مين؟ انا مبيرفت يا اخويا. مبيرفت؟ ومبيرفت عامله ايه بال؟ يا اخويا اسكت، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وجوزها اسمه ايه؟ ابو مدحت. ومدحت عامل ايه بال؟ ايه مغلبهم، مغلبهم قوي. والناس كلها تعبانه الا انت يا بقف. صح صح، مرتاح انا فعلا يا جدي. وانت بقى هتبقي كل يوم يعني هتقعدي معايا هنا بقى مش كده؟ لا يا ربي يخليك. لا طبعا يا عمري، انا طبعا ليا شقه هنا في العماره، ان العماره دي كلها بتاعتنا. بس يعني وانت طالعه بتنشري الغسيل هتيجي تزوريني ولا ايه؟ طبعا، امال ايه يا عمري، امال ايه، ده الجيران لبعضها. بس انا دلوقتي بقى بنشر في البلكون شقتي، لاني مش قادره لا اطلع ولا انزل. ركابي، ركابي توجعاني قوي قوي قوي. طب ما دام ركبك تعباكي تعالي لي ورا ادلكهم لك. تشكر يا اخويا، الف شكر. بس انت يعني لو جايب معاك من المغرب زيت كده اسمه المنكار يبقى الف كتر خيرك، اديني حبه وانا ادلك بيهم رجلي. اوي اوي اجيبه. يا سلام، انت بس تجيلي يوم كده وانت لوحدك معكيش حد، اديك شويه زيت تعالي. يلا. تعلم المنكار. قلت يا اخويا عايزني اجيلك ليه لوحدي؟ ايه القدسة العبيطة دي مش فاهمة يا ياض. لا بعكسك يا ام ميرفت، ما تقلقيش. ايه؟ يسلم بقك اللي بنقط عسل نحل. لكن اهو بص بقى يا عمري، اتفرج على الاوضة شرحة وبرحة وزي الفل. انا بقى هأجرها واخد منكم 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه يا ام ميرفت؟ ايه؟ 200 جنيه؟ 200 جنيه؟ لا مش أقل من 400 جنيه. يا جدو يا جدو، دي ب 20 جنيه. وانت مش عارف انت هسكت مين؟ مش اقل من 500 جنيه. يبقى يا حبيب قلبي نقول بقى 700. 700 جنيه مش انت اللي هتدفع؟ مين ده اللي هيدفع يا ياض؟ لا انت اللي هتدفع، وباخصم من الورث بقى ان شاء الله. لا علامتين طبعا يا ام ميرفت. بص يا سعاده، انا مش هقدر انزل كلام الراجل الطيب ده في الارض. زي ما هو قال انا هنفذ، ده مش طمع مني ولا حاجه. لا ابدا، ده جشع مني. ايوه بس مش طمع. واخبار ميرفت ايه؟ اسكت يا عمري، زي ما قلت لك في الاول تعبانه قوي 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 مع جوزها. وهي بقى ايه وجوزها ده اسمه ايه؟ ابو مدحت. طب مدحت بقى عامل ايه مع ابو؟ يا قطعت، انا ما بقبلهاش خلاص، هي من سكه ولا من سكه. طب وانت عندكم ايه هو ابو فاروق؟ عندكم ابو فاروق؟ ايوه يا اخويا عندنا ابو فاروق، ده لسه راجع من الحج ولا كان حاجه حصل ولا كانها حجت. وانت ركبك اخبارها ايه، تعباكي؟ والله يا عمري تعباني قوي قوي. ولا روح هات حاجه. الحمد لله. والله الحمد لله، ده لولا الاوضه اللي فوق السطوح كان زمانه دلوقتي مشاتيت في الارض. المهم ان انا قدرت احافظ على الموقع الاستراتيجي الاخير اللي موجود ليا في الشقه هنا. مع ان بابي هيبقى بعيد عني، لكن مش مشكله، طالما ساكن فوق هنقدر نشوفه كل شويه. يعني يوم جمعه وهو رايح يصلي مثلا صلاه الجمعه. رمضانات بقى كده يعني. عارف يا عادل، انا معجبه جدا جدا بيك في صياغه الامور وحكمتك في تسييس الامور. ماما ماما الحي في ايه؟ الحي ام ميرفت ماسكه في جده عماله تصور. يا خرابي ليه؟ دي غلطتي، احنا حطينا يا اخوانا البنزين جنب الكبريت. Thank you.
عملت ايه يا جدي؟ كانت بتجري ورحت مسكتها دبحتها بقى قبل ما تبيض. دبحت ام ميرفت؟ هي ام ميرفت بتبيض؟ ام ميرفت بين يا دغوف انت، الفرخه دبحتها وام ميرفت قعدت تصوت، بس اكتشف بقى قلت لها ان انت هتدفع لها 100 جنيه، 100 جنيه رخصت والله فراخ وشوف ك... يا سلام، وايه كمان يا جدي؟ ما انا رافضه قبل كده 5 مرات وهو مش فاهم يعني ايه ترفض وبيرجع لي تاني على البازار. دولا يعني انا هحط الاول اليمين على الشمال ولا الشمال على الاول؟ ولا غور من وش سعادي. ايوه يا رنا قولي لي بس بالراحه كده، هو عمل ايه؟ ايه؟ وهو بيوصلك قبل كده مرتين كان هيموتك؟ طب معلش يا رانيا اديله فرصه ثالثه، يمكن ما كانش. خلاص 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 دولا بص انا هربطها زي الجزمه. بس يا جزمه، بس يا جزمه، خلاص هرفده هرفده. ماشي، عايزه حاجه تاني؟ نص كيلو جبنه اسطنبولي. حاضر. وربع كيلو كلمات ده مع رفض رمزي يعني. حاضر حاضر يا رب. ماشي ماشي، يلا سلام سلام. بقى يا دول انت مش هتعلمني بقى ربطه الكرافات يا عم؟ اشمعنى انا يعني اللي اعلمك ربطه الكرافات؟ اشمعنى انت يا دول؟ ما انت الوحيد اللي في بلدنا دول بيلبس بدل. طب ما انا بلبس البدل بس من غير كرافتات، ما هو ما انت شايف. لا يا عم انا شايف وعارف يا عم، مش انت اللي قبل كده هون علمت كل البلد بتاعتنا ربطه الكرافات؟ وايه اللي حصل لما علمتهم ربطه الكرافات؟ مش 4 ماتوا مخنوقين و6 في الانعاش؟ اه بقى ما تفكرنيش دول. قال يعني ايه انعاش؟ انعاش يعني ما بيكون حد حالته خطيرة يعني بيدخلوه الانعاش، وانعاش ما ماتش يعني بيخرج تاني. دكتور 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 حمر. ايه دكتور؟ اي حاجة انعاش اي حاجة. دكتور هموت يا دكتور. ايه يا عم مش انا الدكتور، بص الدكتور اللي هناك ده هو. انا دكتور كده يهبل يهبل حضرتك الاجزخانة اللي جنبينا. انا خايف اخرج بره يكون حد قاطرني. مين انت، هربان من البوليس ولا ايه؟ لا هربان من اهل العروسة. هربان من اهل العروسة؟ هو انت العريس وسبتهم يوم الفرح ولا ايه؟ لا انا المطرب كنت بغني في اخر الشارع دوت. ايه ده الفرح ده من اولت امبارح. ما انا بتضرب من اولت امبارح. مطرب اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل ما تخافش خالص ما تخافش خالص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام منور والله حضرتك مطرب. ولا رمزي نعم. هات شنطه الاسعاف من جوه يلا. عينيا دول. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هي عربيه الاسعاف هتاخر؟ لا عندنا الاسعاف في مصر بيجي بسرعه جدا. بص عربيه اسعاف غبيه ممكن يخبطك في اي لحظه. خد دول. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. واسم الكريم ايه بقى؟ سعيد الكبير. سعيد الكبير اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا ربنا يخليك. ايه مش عايز؟ ربنا يخليك. طيب حضرتك يعني معلش انا اسف انا اول مره اسمع اسم مطرب بالاسم ده يعني. انا بتحارب والمصحف يا استاذ بتحارب. حضرتك معاك عادل سعيد. عادل سعيد الكبير الكبير قوي قوي قوي. ده وقت رفع مقاسات. هو قصده يقول يعني ان انا شاعر كبير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك بقى اتضربت ليه امال؟ والله اهل العروسه ما فهموش الغنى اللي بغنيه. شفت الغنى ما فهموش الكلام، المشكله في الكلام. وانت كمطرب وانا كشاعر يعني. ولا رمز روح هات صبغه تيود اجري بسرعه. لا ربنا يخليك لسه وجهك ما صحش ده انت ضيف عندنا يعني. ماشي خلاص سك على صبغه تيود. حضرتك زي ما بقول لك يعني المشكله فعلا في الكلام. ايه الكلام بقى اللي ضايق اهل العروسه؟ والله انا وانا بغني قلت ايه بقى. اسمع بقى اسمع بقى. زفوا العروسه والنبي زفوها، الله ينكد على اللي كانوا جابوها. ايه رايك فيها حاجه دي؟ لا 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 مفيش حاجه خالص. اي حاجه يمكن بس الكلمه اللي هي بتاعت زفوا العروسه تكون ضايقتهم على اساس ان هم ما كانوش جاهزين بزفه او حاجه. او لسه ما قبضوش الجمعيه فما معاهمش فلوس مثلا. او مثلا كانوا هيخلصوا كاتب الكتاب ويسافروا من بره على الفيوم مثلا ولا حاجه. انا ما كانش قصدي اللي في بالكوا ده كله خالص والله. بص بقى انت ما تقلقش ولا تفكر ولا تعمل اي حاجه، احنا هنفكر لك احنا هنفكر لك. انت بتتكلم ليه بتتكلم ليه؟ سكات سكات والسكات بيجيب سكات والكلام يعمل مشاكل. الله يا استاذ ايه الجمال ده؟ ايه الحلقه انت بتعمل ايه؟ دي تنفع مطلع اغنيه دي والله العظيم. والله لسه جايه في دماغي دلوقتي حالا اللي هي بتاعت السكات. الله الله الكلام يعمل مشاكل. الله يا دولا استاذ الله ايه العسل ده؟ بس انا سمعت اللحن ده قبل كده. لا 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 استحاله تكون سمعته او لسه سامعه مني دلوقتي حالا. ولعلمك ده ممكن بيبقى اسمه تخاطر توارد. قصدك توارد خواطر يا دولا؟ انت بتفهم في الشعر؟ هتفهم زيي؟ لا اسمه صلح لي يلا. تخاطر توارد صح مظبوط.
عشان كده بقى انا يا سيدي هدي لك قطعه شعر من عندي. وانت اديت شعر لمين قبل كده؟ قول مين ما خدش مني شعر قبل كده. الله يا دولة يا كبير الله، دولة اروح اجيب قصيده ولا اتنين من التلاجة اللي ما حدش راضي ياخدهم دولت. التلاجة يخرب بيتك. اهلا وسهلا. بس يا مساء الورق والحبر اللي اداله، يا مساء الحنجره اللي جابتنا ورا، يا صباح الاحبال الصوتيه، ليلتكم مش معديه. ايه النعمه دي اللي رمينا على الارض؟ مش حرام عليكم كده؟ لا دي شويه قصائد كده عاملها لشويه مطربين اخرين. يعني ايه مطربين؟ ايه بقى، انا اسيب الرئيس بيره واجي لك وتقول لي مطربين اخرين؟ معلش بيرة بقى اللي انت دلقته ده انت تلمه براحتك حضرتك، لكن القصيدة بتاعتك عندي يا سيدي ما تقلقش. سكون جامدة وحرقة. حرقة؟ ايه ده، واضح يا سعيد انك انت سمعت على القصيدة بتاعت الحرقة قوي اللي اسمها حلبسة، بس انا دي مخليها للشتاء عشان تعرف بقى موسم الشتاء والكورنيش والعربيات الحمص وكده، يعني تشتغل احسن طبعا كتير. طبعا طبعا يا دولة. الله الله، طب ما تسمع عنا يا دولة كده. اهو ايه رأيك اسمعك؟ ماشي يلا. ماشي. الله الله الله، ايه الحلاوه دي؟ اقول واحده تانية. الله عجبتكم الاولانيه؟ حلو. التانيه بقى راغي فيها. اسمع بقى. ها الله الله يا سعيد، يعني فعلا. بص بقى، هلطشلك هلطشلك، هشلتلك هشلتلك، وهطب عليك على غفله، وهبوظ لك اي حافله، وربنا المعبود وربنا المعبود، لو شفتك في موقف عبود مع الواد سعد وسعيد ومسعود لموتك يا خلود. الله 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 الله. يا نجم دي جاعه جرحه يا نجم. بص يا نجم، 100 جنيه ل 125 جنيه معاك. ماشي يا معلم، بس على فكره القصيده بتاعتي دي محتاجه ملحن كويس. لا يا نجم، اللحن ده بتاعنا. بتاعك انت، انت اللي هتلحن؟ اه انا اللي هلحن. طب ما لحن معاك انا بقى سعيد. بقول لك يا نجم، اللحن بتاعي ما حدش يخش فيه، وعلى راي المثل اللي بيردل على فمه حلو الغرب يطردونا. مثل عجيب يعني، بس خلاص ما دام انت اللي هتلحن، انا وانت مثلا يبقى عندي في البيت نتفق على ميعادنا كل لقمه ونلحن مع بعضينا. الله، طب يا دول ما نلحن احنا كلنا سوا مع بعضينا. هي فته؟ انا يا دول عايز الحن معاك. تلحم ايه انت اساسا؟ مش عارف اقولها. تلحم ايه؟ اجي معاك اجي معاك واجي معاك. سعيد انت عايز الواد ده معانا؟ اه. شفت ما حدش طايقك يا ابني. سمعنا يا ملك الشعر في مصر، امتعنا. اه ربنا يخليك. اسمع القصيده دي انا عملت فيها مجهود كبير قوي، يعني خلصتها في بتاع ربع ساعه مثلا. اللهم صل على النبي. اه عليه الصلاه والسلام. حوشي 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 حوشي، عيون الجرح رموشي، حوشي 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 حوشي، ايديكي اوعي ايديكي تلوشي، حوشي 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 حوشي، خدك عن خربوشي. الله بقى اهي. اقعد ياد ساكت، مين اللي جابك ياد؟ اقعد ساكت ياد. مش انت اللي قلت تجيبه معايا؟ استاذ وحشه 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 وحشه. ازاي يا عم انت اصلك ما سمعتهاش متلحنه؟ ما انت ممكن الكلام في الاول ما يتقال ما تحسوش، عارف، ما يبقاش طالع من الاحاسيس كده، لما اللحن بقى يبقى مظبوط. صح، وري له اللحن يا دول. اتفضل يا استاذ. اوريك بقى اللحن، لان اللحن بيفرق كتير جدا. يعني يعني في اغاني كتير قوي مثلا تلاقي اللحن هو اللي غيرها. اتفضل يا استاذ. يلا دولة. ايه ده حساس؟ ايه فين الباقي يا استاذ؟ ما هو ده الوتر الحساس، ده الوتر الوحيد. انت مش بتلاقي العود مليان اوتار كتير؟ اه. ما عشان بيقعدوا يدوروا على ده. الله يا دول، الله ما تقعدش تسال بقى عشان هتتكبس كل شويه. انا اسف معلش. هتتكبس. يلا دول يلا اسخن. حوشي 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 حوشي، عيون الجرح رموشي، حوشي 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 حوشي، اوعى ايديك تلوشي، حوشي 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 حوشي، حبي مش بلوشي، حوشي 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 حوشي، خدك عن خربوشي. الله. اقعد يا عم اقعد. وحشه يا استاذ وحشه. انا عايز اغنيه للناس الغلابه بتاعت بطاطا بتاع. انا عايز قضيه من الاخر. قضيه عايز قضيه؟ طب ما تقول من الاول يا عم قضيه، ما انا عندي اهو. يا سلام. حوشي بقى دي. انا بقول ايه بقى؟ هنحوشها لحد تاني. حوشي دي حوشها لحد مطرب تاني. ماشي ماشي، هو اللي خسر. هو اللي خسر. لا بس عندي اغنيه بقى. يا نهار اسود، مش هقول لك. يا رب يرضى بس بيها. بص يا سيدي الاغنيه بتقول ايه. يلا 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 يلا.
ولا مين اللي جابك معانا اهو؟ مش انت يا عم اللي جبته؟ انت كنت فرحان بيه وهات وهات اهو اتفضل. انا غلطان استاذ. بقول لك ايه، كل الاغنيه يلا 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 يلا. ما لو صبر القاتل على المقتول. ما تصبر يا عم، لسه لسه. انا اسف. كل شويه بتتكبس، كل شويه بتتكبس. البرتقان البرتقان ولا عنب ولا رمان، فيتامين سي البرتقان، وسكري البرتقان، ومش تقيل زي الطبيخ، ولا برضو أقرع زي البطيخ. حلوة قوي دي، حلوة قوي دي. والبرتقان مش كسر، وممكن تعصره عصر. نصيحة من فكهاني مصر، مفيش زي البرتقان. الله الله، هي دي هي دي، عجبتها دول، عجبتها. الله الله الله، عايزة تلحن. ايوه طبعا، ما احنا جايين نعمل ايه؟ كله موجود عندنا. هتكبر يعني، هتكبر النهارده. ولا مين اللي جابك معانا اهو؟ هتسمع بس وانت هتكبر، ومش هتتضرب تاني في الاغاني. يلا. انا لازم اخش من الدو وبعدين سي وتي. اتفضل يا استاذ سامح. يلا بقى دول. البرتقان. الله الله. ولا عنب ولا رمان. الله، ده تنفع تتر مسلسل دي. الله، بتقاطعني وانا بغني؟ وانا بغني؟ ما تقاطعش الاستاذ يا ابني. ماشي ماشي، ما تقاطعش الاستاذ. اتفضل يا استاذ. فيتامين سي سي سي، فيتامين سي 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 هتعرف تجيب الطبقة دي ولا ايه؟ لو معرفش تجيب الطبقة، في طبق تاني ينفع ليك. اسكت، اقعد انت ساكت. طب انت في دماغك لحن يعني؟ بص انا عايز حاجة. اسمع اسمع بقى. ماشي، اسمع بدل ما تديك بمنافع عينيك. اسمع. وحشة وحشة وحشة. اسمع. ولا ولا هطلعك بره. اسمع اسمع. البرتقان البرتقان، ولا عنب ولا رمان، فيتامين سي البرتقان. كورال 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 قوي. كورال يعني ممشي. كورال 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 يعني انتوا تغنوا ورايا. فيتامين سي البرتقان. لا معنا. لا لا معلش قوي، انسى انسى. كورال كورال ماشي. فيتامين سي البرتقان، والسكري البرتقان، تعال اشتري البرتقان، احنا بالموز والرمان. الله. استنى استنى، في دبانة جوه دول. يا دي مش دبانة، ده انا. يلا يخرب البرتقال البرتقال. حلاوه دي يا سعيد. صباح الجمال. ايه الاخبار عمي؟ دوله. صباح الجمال. ايه 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 ايه، ما انت قاعد معايا من الصبح. وحشتني يا دوله، وحشتني. طمني بقى، قول لي ايه اخبار صدى الاغنيه عند جمهور الدويقه؟ صدى ايه يا دوله؟ هو كان بيغني في مغاره يا عم. ما تسكت بقى يا اخي، خليني اعيش لحظه النجاح. قول لي. اقول لك ايه ولا ايه؟ العمي فتحوا والخرس غنوا البرتقال البرتقال. الله الله صغير. الله 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 الله. البرتقال والسكري البرتقال، تعال اشتري. الله عليك يا دولة على الكلام. كبير كبير. بص بص بجد يا سعيد، يعني الحمد لله انا كنت متوقع النجاح، بس ما كنتش متخيله جامد قوي كده يعني. امتك بقى يا عم بقى، عايزين سبوع سبوع، طهور طهور، حج عمر. ماشي ماشي يا عم، عينيا ليك، بس الاول يعني اشوف فلوسك. انا ما اشوفش حاجه لغايه دلوقتي. انا سعيد، انا الاثنين المشاريب دي كلها عندي. عندي يا ابن المشاريب. لا مشاريب ايه؟ يا عالمين على بابا. لعلمك لسانك في ايدي، انا ممكن احط لك السم في العسل. دول وهو هيبقى حلو كده زي العسل اللي في الطحينه كده. هون امال ايه؟ السم في العسل. اعمل لك بقى طبق كده، شويه عسل وعليه شويه سم، بس اوعى تاكل منه التماثيل. يلا. لا يا دول ما تخافش، هما ما بيدونيش حاجه اصلا، فانا مش هديهم حاجه. بص يا نجم، دول 200 جنيه حق اللحن والشعر والتوزيع. 200 جنيه ماشي يا عم، انا هعمل معاك واجب يا سعيد، واقبل ال 200 جنيه. ودول بقى ابن عمي
200 جنيه من النقطة. كمان 200 جنيه من النقطة؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني عادي اوكي ماشي ماشي ماشي. ودول بقى يا ابن عمي نصيبك من بوفيه، ورك فرخة وحتة جاتوه. ورك فرخة وحتة جاتوه، ماشي خد دول عشانك انت يا رمزي. هتقعد بقى اسبوع ما تاكلش بتاع ده كشري تاني خلاص. ربنا يخليك يا دول يا رب. طب انا هحط بقى دول على الفرخة دي كده شطة ودقة وكده اهو. يا عيني انت الفرخة بالنسبة لك يعتبر جهاز جديد عمرك ما شفته قبل كده. لا اهم حاجة تاكل الاول الجناح وبعدين الورك وبعد كده الصدر وبعد كده يعني ايه هتلاقي شوية عظم صغيرين كلهم برضو خلاص. ماشي يا دول ماشي، انت قول لي بس اكل ازاي وانا هتلاقيني فرير على طول. ايه يا ابني انت هو ده؟ ايه يا ابني انت هو ده؟ أمال لو دخلت بوفيه بقى وتلاقيته خروف هتعملوا ايه؟ لا اوعى تدخل الواد ده على خروف، حتى لو هو بتشوي هتلاقيه راكب على الخروف وفاكره ملاهي، ده غبي. اضرب يا ده اضرب. يا عم احنا مالنا من الكلام ده، الكتالوج بتاعنا افراح طهور والاغنيه بيبيع بعضها يعني. صح يا سعيد. يعني بص يا سعيد انت لازم تواكب العصر، يعني المطرب لعلمك بقى اللي بيعمل كليب ده اجره بيزيد 3 مرات عن المطرب اللي ما بيعملش كليب. صح يا دولة. ما الاجر اللي هيزيد احطه في الكليب طبعا. صح يا سعيد. يعني انت عايز تفهمنا عم سعيد ان انت بقالك 10 سنين عمال بتنحت بقى في ايه، في اغاني وفي افراح وفي موالد وما حوشتش حاجه. عندك حق يا دولة. الله بقى ده انت شعر من الضرايب بقى. لا انا بقول يعني ان انت لو تطلع القرشين دول من الطبله اعمل لك كليب حلو هيفرق معاك جامد جدا. صح يا دوله. وان شاء الله بقى مين المخرج؟ صح مين يعني؟ احنا الفنا ولحنا وهنيجي على الاخراج مش هنخرج. وبعدين هو المخرج بيعمل ايه؟ هو كل اللي بيعمله ايه؟ حط الكاميرا هنا وارقص يا بت، اسكت يا واد وخلاص. ده انت قلبت المخرج دادة بقى. ايوه طبعا ما المخرج لازم يدادي الكل، عشان كده بيقولوا لك المخرج هو اب العمل. صح يا بابا. اسكت بقى اسكت. على فكره الفلوس دي لو ضاعت هضيع معاها كمطرب. صح يا سعيد ممكن يضيع. بس بقى تلاقش يا سعيد انا هظبطك. بقول لك يا دوله هو كليب الواد سعيد هيتذاع امتى؟ هيتذاع بعد اغنيه نانسي على طول. دوله كليب نانسي خلص. اكيد هيتذاع بعد اغنيه هيفا. دوله كليب هيفا خلص. اكيد بعد اغنيه مروه. دوله كليب مروه خلص. اكيد بعد اغنيه اروى. دوله كليب اروى خلص. اكيد مش عارف هيذعوه امتى الصراحه. قوم افتح الباب قوم افتح الباب. ماشي يا دوله تابع انت الكليبات. ها مش افتكر هو فين؟ انت فين؟ تعال يا عم سعيد تعال اتفرج معايا على الكليب بتاعك. كليب ايه يا عم الكليب انت؟ الشريط طلع فاضي فاضي فاضي؟ فاضي ازاي؟ يبقى انا عمرو دياب كده بيحاربنا يا جدعان. دول كليب عمرو دياب خلص. وبعدين يعني يا عم سعيد انت زعلان ليه يا عم؟ اهو كليب وراح يا عم. افرحوش فيا كده حرام عليكم، ضيعت فلوسي كلها حرام عليكم. الرحمة فين؟ بشرع مين؟ علي فيكم انتوا بيديكم بتنزلون. الله دنيا ما بتدومش والكل حيمشي
النهارده فرح يا جدعان. النهارده فرح يا جدعان. عايز كله يبقى تمام. النهارده فرح يا جدعان. لا يتمشى مش الفرح. قلت لازم اشمع عارفين قلت لها ايه؟ ايه؟ بعد اذن